Il n'y a pas de farine. Qu'est-ce que je peux faire? Quand il finit, je vais la fermer. Il n'y a rien. الطحين من عين الأفران اللي مثلنا بيشتغلوا فرنجي بيشتغلوا بالطحين ليخلوا الطحين لأكبر مدة للخبز. أنا عامل حسابي بعد عندي ل15 يوم بس خففت الشغل شوي. الحل يشيلوا الدعم عن الطحين بقى خلص، ما بقى في حل غير هيك. مصر لبنان ما بقى يتحمل، عم يصرف من مصيرة العالم. الأفران اللي عم يعطوهم كانوا للفرن المناقيش واللي بيشتغلوا مناقيش صاج، هن تأثروا بهذا الموضوع، بس رجعوا صاروا المطاحن عم بيسلموا بكميات قليلة كتير. الماكسيموم تبعنا هو لعشرة أيام، بس بلشت تنحل شوي شوي وبيمشي الحال. صارت العالم هم تاخذ خبز وتضب خبز بالبراد خوفا ما يصير مثل الفترات اللي قبل من شهرين ثلاثه انقطع الخبز وصاروا ينطروا بالدور. في كذا فرن نتعاون مع بعضنا، اذا حدا ناقص عنده بيستعير من عنا بيرجع بيرد لنا اياهم. بهالطريقه عم نشتغل، يعني اذا الكل يضلوا عم يشتغل وتلبي اكبر عدد ممكن من العالم.